شهداؤنا الأبرار الذين ارتقوا في مخيم جنين مقبلين وليس مدبرين في مواجهة العدو الصهيوني، كما ونبارك العمليات البطولية التي هزت الكيان الصهيوني في العاصمة الفلسطينية الأبدية. اليوم نظم مجلس اتحاد الطلبة حركة الشباب الطلابية وقفة استنكارية ضد الهجمات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مخيم جنين الذي راح ضحيته 10 شهداء قبل يومين. ونبارك أيضا في العملية البطولية التي نفذها ابن مدينة القدس خيري علقم، بتنظيم من ودعوة من اتحاد مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلبية في جامعة القدس المفتوحة وبإدارتها ممثلة أيضا وباسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فاتح وفصل عن وطني، كان لنا هنا وقفة في هذه الجامعة. هذه الوقفة جاءت يعني من مجلس الطلبة خلينا نقول عنها نسميها وقفة مع الشهداء وفي حضرة الشهداء، ليس تنديدا وليس استنكارا بل هي وقفة مع الشهداء وفي حضر الشهداء. ترحمنا على شهداء معركة جنين وأيضا ترحمنا على الشهيد البطل علقم، لأنه هذا حقيقة الرد مشروع كفلة أن كل مواثيق الدولة أن ندافع عن حقنا وعن أنفسنا عن أرضنا عن شعبنا، فنضالنا الوطني مشروع. هنا ترحمنا على شهداء جنين والرحمة لكل الشهداء، وهذه طبعا تضحيات سيدفعها ثمنة سيدفعها شعبنا، ليس أول شهيد ولن يكون آخر شهيد، بل ستستمر التضحيات والنضال سواء اعتقال وزج أبناء شعبنا في السجون أو مداهمات أو اغتيالات أو قتل أو دمار بحق شعبنا. هذه احتلال وهذه أسيب الاحتلال، وهذه الحكومة الحالية حكومة احتلالية فاشية بقودها نتنياهو المتطرف وبن غفير الذي أيضا لديهم برامج قاتلة إجرامية تعسفية بحق شعبنا. هذا الرد طبيعي من قبل علقم ومن كل شهدائنا الأبطال، وهذه تضحيات يجب أن نرجسها من أجل الحرية والكرامة لشعبنا الفلسطيني. وشهداء جنين هي مجزرة ارتكبت بحق أبناء مخيمنا في جنين الصمود البطل، وما يجري في مخيم جنين هو استهداف للكل الوطني، مطلوب هو القضاء على المقاومة الوطنية الشعبية في جنين وفي نابلس في كل الوطن. فنحن نطالب أبناء شعبنا بتجسيد الوحدة الوطنية، إنهاء حالة الانقسام في غزة، فعلى غزة أن تلتحم وتشتبك مع الضفة والقدس والداخل ليكون وحدة جغرافية وسياسية وطنية، نناضل من أجل مشروعنا الوطني من أجل شعبنا من أجل قضيتنا، فعلينا أن نتوحد من أجل إنجاز مشروعنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.